هذا الترحيبة مقدمة من جابر علي إلى ولده معروف جابر، ويتحمد الله على عودته بسلامة بعد خروجه من السجن. حصريا على قناة عدنان الرازقي بالإنتاج الفني. الولد معروف قدره شي ثاني داخل احشاء الورد، لحم عزه غاليه له قدره شاني، نشكر الله الحميد من بجوده فرح الاب بظالينه. فرحتي بعودته والوصل ثاني وابصرت عيني اكيد، مثل يعقوب اقتنع بابنه وماني مبتقت له من جديد. الولد معروف قدره شي ثاني داخل احشاء الورد، سهم عزه غاليه له قدره شاني، نشكر الله الحميد من بجوده فرح الاب بظالينه. فرحتي بعودته والوصل ثاني وابصرت عيني اكيد، مثل يعقوب اقتنع بابنه وماني مبتقت له من جديد. يا عجايب على قناة عدنان الرازقي بالإنتاج الفني.